في إطار محاربة الجريمة، نظمت المديرية الجهوية لجمارك ملتقى تخصيصي حول آليات العمل المشترك لمحاربة التهريب والمضاربة، والذي أشرف على افتتاحها السيد والي ولاية بشار، وذلك بغية دراسة جل الآليات الفعالة لتفادي الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة. البديهي لقيام الجريمة يمكن تكون الحيازة لغرض تجاري، يمكن استقلال هذا الغرض من ظروف الدعوة، ويتضح من كمية الضرائب المضبوطة وقيمتها، ونحو ذلك من العناصر الموضعية في الشرف وعيننا بينهم للتأكد من خلو الطريق واستعمال من يفتح الطريق للهرب أو الهدف المقال أو حتى تراقب خروج فرق الجمارك من الضغط الوطني المكلفة بمكافحة التهريب. المفتش العميد نعيم محمد المدير الفرعي للتقنيات الجمركية بين مديرية الجهوية الجمارك ببشار. تنفيذا لتعليمات المديرية العامة للجمارك، قامت المديرية الجهوية للجمارك ببشار بالمبادرة بتنظيم هذا الملتقى التنسيقي الجهوي حول آليات العمل المشترك لمكافحة التهريب والمضاربة، والذي من خلاله سعت مديريتنا الجهوية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين على المستوى الجهوي والمحلي، قيادة الناحية العسكرية الثالثة ببشار، القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار، المفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الغربي ببشار، مجلس قضاء بشار، المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ببشار، وكذا مديرية الضرائب ببشار، قصد تفعيل آليات العمل المشترك ورفع مستوى التنسيق لمكافحة هاتين الجريمتين الاقتصاديتين وضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية. وتكليلا للجهود المبذولة من طرف مختلف الفرق الجمركية وبالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، قامت مصالحنا على مستوى إقليم الاختصاص بإحباط محاولة تهريب أكثر من 90 عملية نحو البلدان المجاورة، والتي أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد المدعمة لا سيما المواد الغذائية والوقود خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2022.